الكلام الحلو. الكلام الحلو بيفرق جدا، وقادر يغير نفسيتك من شخص مكتئب لشخص فرحان، ويخليك دايما مبتسم من غير اي سبب. الكلام الحلو بيطبطب على القلوب وبيفتح النفس ويخليك تنور من جديد. اوعى تبطل تقول كلام حلو لاي شخص، لان حقيقي بتفرق لما تشوف شخص لابس حاجة جديدة وتقوله انها جميلة. وقتها هيحب الحاجة دي وهيحب نفسه ويحبك اكتر. لما تشوف شخص عامل حاجة مهمة كانت تافهة بالنسبة لك، بس المجرد انك تقوله قد ايه انها حاجة عظيمة، هتفرق معاه جدا، وان كلامك ده كان تقدير لتعبه فيها. لو مش هتقدر تساعد اللي قدامك بأي شيء، كفاية انك تحاول تساعده معنويا بكلام لطيف يشحن طاقته من جديد. في اشخاص كتير انتحرت لمجرد انها ملقتش اللي يسمعها او يحتويها حتى بكلمة. فدائما سيب اثرك في كل شخص ولو بكلمة حلوة، وهتتفاجئ بشعور السعادة من غير سبب والله، وهتبقى مبسوط لوحدك من غير اي موقف حصل لك، علشان ربنا هيكبر بخاطرك بسبب اثرك اللي سبته في قلوب كل شخص فرحت قلبه بكلمة او جبرت بخاطره. جبر الخواطر على الله. تحياتي يا حشين.